تحت شعار الرياضة المدرسية مجال لتقوية الانتماء للمدرسة ونبذ العنف، نظم الفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية بسيدي إفني بتنسيق مع الفرع الجهوي للجامعة بجهة قلميم ودنون البطولة الجهوية في شطرها الثاني. بعد إجراء منافسات كرة اليد والكرة الطائرة الأسبوع المنصرم، شهد رحاب كل من الثانوية الإعدادية الحسن الأول والثانوية التأهيلية مولاي إدريس بسيدي إفني يومه الأربعاء 13 فبراير 19 و2000 منافسات كرة السلة. هذه التظاهرة الرياضية حضرها عامل صاحب الجلالة على إقليم سيدي إفني وأشرف على إعطاء انطلاقتها رفقة السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين قلميم ودنون والمدراء الإقليميون لأقاليم قلميم طنطان آس الزاق وسيدي إفني المديرية المحتضنة للنشاط، وكذا بحضور بعض المنتخبين ورؤساء المصالح المدنية والعسكرية بالإقليم. وفي كلمة له قال السيد عبد الله أبو عرفة رئيس الفرع الجهوي للجامعة الملكية للرياضة المدرسية ومدير الأكاديمية للتربية والتكوين لجهة قلميم ودنون: أحضر اليوم بمدينة سيدي إفني في إطار استعدادات للمشاركة في بطولة ما بين الجهات التي ستقام بجهة العيون الساقية الحمراء، استعدادا بعد ذلك للمشاركة في البطولة الوطنية التي ستجري بجهة طنجة تطوان. إذن في هذه الاستعدادات تجرى المنافسات في إطار الرياضات المدرسية الجماعية على مستوى الجهة بمدينة سيدي إفني بحضور السادة المدير الإقليمي اللي هما رؤساء الفروع الإقليمية، كذلك بحضور السيد العامل الذي نشكره بالمناسبة. إذن في الحقيقة اللي مهم في هذه المنافسات هو إذكاء روح المنافسة، ولكن بعيدا على العنف وبعيدا على التعصب، لأنه هذه الرياضة المدرسية تعتبر مدخلا من مداخل تخليق الحياة في الحياة في المؤسسات التعليمية. التظاهرة عرفت تنظيما محكما من طرف المشرفين الذين اختاروا شعار هذه السنة انطلاقا من كون الرياضة تربية وأخلاق قبل أن تكون ممارسة، وشهدت تنافسا وندية خلال جميع أطوارها، وتميزت بالروح الرياضية السائدة بين المتبارين. في فئة الصغار تأهلت مديرية سيدي إفني بعد حصدها لفوزين على كل من مديرية آسا ومديرية طنطان بحصة 37 مقابل 7 و 48 مقابل 23. وفي فئة الصغيرات تأهلت مديرية طنطان بعد أن فازت تواليا على مديرية سيدي إفني ومديرية قلميم. بخصوص فئة الفتيان فقد تأهلت مديرية سيدي إفني عن جدارة واستحقاق بعد أن فازت على مديريتي آس الزاق وقلميم بحصة 46 مقابل 33 في المباراة الأولى و 32 ل 26 في المباراة الثانية. وعن الفتيات تأهلت مديرية قلميم بعد أن حققت فوزين مهمين. حقيقة الأمر أن البطولة الجهوية المدرسية للرياضات الجماعية التي احتضنتها ملاعب مؤسسة تعليمية بسيدي إفني والتي شاركت فيها مديرية جهة قلميم ودنون في كرة السلة وكرة الطائرة وكرة اليد على مدى فترتين مرت في أجواء حماسية وتربوية، ولعل ذلك رز بشكل جلي من خلال حسن التنظيم وكذلك من خلال المشاركة الفعالة والفاعلة لكافة الأستاذات والأساتذة وخاصة أساتذة التربية البدنية والرياضية وأيضا مجموعة من أساتذة التعليم الابتدائي وكذلك أطر الإدارة التربوية وكافة أعضاء الفرع الإقليمي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، وتأهلت كما قلتم إلى البطولة ما بين الجهات. نتمنى لها التوفيق وأن تتأهل إن شاء الله إلى البطولة الوطنية وتفوز بها، خصوصا ونحن نتوفر على فحق على أبطال في هذه كرة السلة، وهذا يبرز بجلاء على الأدوار الطلائعية التي تلعبها الرياضة المدرسية أولا في التربية على القيم وعلى المواطنة وأيضا في تكوين الأبطال الذين يغدون الفرق والأندية الوطنية. وقد شهدت التظاهرة تكريم السيد عامل صاحب الجلالة على الإقليم والسيد مدير الأكاديمية وكذا المدراء الإقليميون بالجهة وبعض شركاء المنظومة، واختتمت بتوزيع الميداليات والكؤوس على الفرق الفائزة. وتجدر الإشارة إلى أن الفرق المتأهلة سوف تمثل الجهة في بطولة ما بين الجهات والتي ستقام بمدينة العيون، على أن يبلغ المتأهلون بتلك البطولة مدينة طنجة للمشاركة في البطولة الوطنية التي ستقام هناك. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.